révolution, mec des révolutions, tête de, d'esprit de sacrifice et d'abnégation. الشباب الإفريقي كلهم يشيدون بدور الجزائر المهم يعني بالنسبة لتصفية الاستعمار للقضاء على التمييز العنصري وأيضا الاقتداء ب يعني ثورة نوفمبر بالنسبة للتحديات التي لا زالت تواجه إفريقيا. إفريقيا تواجه عدم التنمية، تواجه من التدخل الأجنبي، تواجه يعني أخذ ثرواتها، تواجه التدخل في شؤونها الداخلية. إذا فالشباب هو التغيير، وبالتالي الشباب يستقيم من أفكار ثورة نوفمبر من أجل يعني القضاء على التدخل الأجنبي، من القضاء يعني على الفقر وسوء التنمية وبناء إفريقيا مزدهرة آمنة سالمة إلى آخره، اقتداء بشهداء الأبرار.